بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في برنامج علم وعمل الحقوق الزوجية والواجبات هي أمانات عجزت عن حملها الأرض والسماوات وحملها الإنسان يحملها أمانة في عنقه بين يدي ربه كم نزلت في الوحي والتنزيل الأمانة تكون يوم القيامة على جنب الصراط تشهد على الخائن حتى لا يجوز الصراط والله المستعان إذا قام كل من الزوجين بحق الآخر بنيت هذه الحياة على المودة وعلى الرحمة وكانت العلاقة الزوجية ناجحة ولذلك إذا تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب الزوج بأداء ما عليه من الحقوق وأداء ما عليه من المعروف قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبالمقابل جاء الحث للزوجة قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي كما أن المرأة تستحق النفقة وتستحق العشرة فإنه يجب عليها أن تقوم بما عليها من الحقوق تجاه زوجها وتجاه أسرتها وهكذا يحملنا هذا الأمر على عظيم كتاب الله سبحانه وتعالى حيث أنه سبحانه وتعالى بين كل ما على الزوج وعلى الزوجة من الحقوق حتى تستقيم الأسرة وتشوبها السعادة والطمأنينة بإذن الله عز وجل الحياة لا تسير وفق قانون الأنانية الذي يسير عليه بعض الناس فيريد كل شيء يكون لصالحه في كل علاقة اجتماعية يريد أن يكون الأمر لصالحه الهدايا العطايا الكلام الطيب الابتسامة حسن المعامل كله يريد لصالحه وهو في المقابل لا يبذل شيئا من ذلك وبهذا لا تدوم علاقة وهكذا أيضا في الحياة الأسرية لابد أن تعطي حتى تحصل الدنيا أخذ وعطاء فما تعطيه يبقى رصيد لك يبذل لك في حينه اليوم تعطي الابتسامة فتفرج بذلك همًا عن شريك الحياة ويأتي اليوم الذي تضيق فيه الدنيا عليك بما رحبت وتأتيك الابتسامة في وقتها ولحظتها لتشعرك بأن الدنيا بخير وأن الحياة تستمر وأن الأسرة قائمة النبي صلى الله عليه وسلم يوصي النساء ويبين لهن حق الزوج لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد وهذا لا يمكن أن يكون لأن السجود لله سبحانه وتعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لماذا يا رسول الله لعظم حقه لعظم حقه لأنه هو العمود الفقري للبيت هو قوام البيت إذا ذهب هذا القوام انتهت الأسرة وتفككت وتشرذمت ويقول عليه الصلاة والسلام ولن تؤدي المرأة حق الله تعالى كله
حتى تؤدي حق زوجها كله. فيضفي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الواقع الاجتماعي في العلاقة بعدا دينيا مرتبطا بحق الله سبحانه وتعالى. تريدين أن تطيعين الله عز وجل؟ أدي حق الزوج كله، وبذلك يصدق عليك أنك قد أديت حق الله جل وعلا كله. وأيضا يلفت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الرجال ويبين حق النساء عليهم، فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي: استوصوا بالنساء خيرا، سواء كانت بنت، أم، زوجة، جدة، خالة، عمة، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. لأن الله عز وجل جعل القوامة للرجل، والقوامة لا يعني أن الإنسان يبطش ويظلم ويتجاوز حده مع من ولاه الله جل وعلا مسؤوليته، بل يرفق ويعرف حقه وحقوق الآخرين، لأن الحياة لا تستقيم ولا تدوم إلا بهذين الجناحين، أن تعطي فتأخذ، ولا تأخذ شيئا إذا لم تعطي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال. سؤالنا اليوم: هل شبابنا وبناتنا قبل لا يتزوجون يكونون عارفين حقوقهم واجباتهم فعلا وتعلموها، ولا بس تزوجوا على ثقافتهم العامة؟ واختيار الزوج اللي مفروض يكون يعني يظل طول حياتهم، هل يتم دراسته بشكل كافي؟ إذا ذكرنا بعض هذه الحقوق في هذا المقام البسيط، فأهمها التعاون على الطاعات كإقامة الصلاة وتعلم القرآن والحديث الشريف، وإكرام الزوجين بعضهم البعض والتسامح، ومنها ترك المن إذا أعطيت، وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في إحسانك كي لا يذهب أجرك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، سورة البقرة. ومنها حقوق خاصة للزوجة كالمهر في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله سبحانه: فآتوهن أجورهن فريضة. والنفقة، ومنها المسكن الطيب والطعام الطيب على حسب قدرتك، لينفق ذو سعة من سعته، وكسوتها بالمعروف والعلاج بالمعروف، خصوصا إذا كانت حامل في طفلك، ويكون تعاملك مع أهلك كله بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وللزوج أيضا حقوق، ومنها وأهمها الطاعة في غير معصية الله، والاستئذان للخروج في الليل والسفر. وإذا سأل سائل يعني ليش حقوق الرجل أقل، نقول له القوامة اللي الله زادك إياها من فضله سبحانه هي تكليف مو تشريف. ولا شك أن واجباتك أكثر، يعني هذه المفترض. وأذكر أيضا أن هذه بعض الحقوق للطرفين فقط في هذا المقام البسيط، وإلا فالموضوع يطول ويحتاج كل طرف يدرسه ويحفظه بشكل وافي ليعرف حقوقه وواجباته. علم صحيح وعمل لله خالقنا الأجل، فهما طريق جنة وسعادة لمن ارتحل. علم صحيح وعمل لله خالقنا الأجل، فهما طريق جنة وسعادة لمن ارتحل. والبيت أمن وسكن بثباته يزهو الوطن فيه التماسك نعمة.